العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده. واحد 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 اجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب وتظل واحد ونتيجه تنميه للاهل المصري رقم واحد. العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده. واحد 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 مبادئ وازاي في العتمة نصر ونلاقي النور ونقوم ونعدي. من اول يوم في الاهل لحد اللحظة دي كله بيجي والاهل تملي الفوق بيفوق الكل في اي تحدي. في الاول دايما سابق وزرع فينا قيم ومبادئ وازاي في العتمة نصر ونلاقي النور ونقوم ونعدي. كالعادة الأهلي مصدر السعادة، وإحنا كأول برنامج الحقيقة ملوك الصلاة اللي قلنا الشعار ده أنا يعني قريته فعجبني فقلت هو ده شعارنا. كالعادة الأهلي يعني مصدر السعادة، وكمان الأهلي يا أسطورة كل يوم بطولة. الحقيقة ده حقيقة وواقع، ملوك الصلاة واقع وحقيقة، سواء بطولة على قطاع الناشئين المستوى الكبير، والنهارده كان رحلة كفاح لفرقة بدأت يعني من سنتين شغلها، والحقيقة بتحصد 6 بطولات في سنتين ومزيد من البطولات كمان. كان لازم نحتفل بيهم وزي عادتنا نحتفل بيهم. كابتن إيهاب الألف المدير الفني كان هو أطول مني، كان دايما بيحسسني بالموضوع ده في الملعب. الناس فاكراني طويل بس دلوقتي المنظر بقى معروف مين الطويل. طبعا كابتن إيهاب الألفي هو رأس الجهاز ورأس الفريق، وبنطالبهم من هنا من ملوك الصلاة بمزيد من البطولات، وانا بشكرهم شكرا جزيلا كملوك الصراط وكبرنامج وكل القائمين على البرنامج وكل القائمين داخل القناه، بنشكرهم على هذا الانجاز. وزي ما عودنا حضراتكم بنقطع التورته، وبنشكر ايضا اللاعبات هنقطع التورته مع بعض ونحتفل بهذه اللحظه. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن ايهاب. كابتن موسى اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن ايهاب. اتفضل لاعبات مصر الاوائل. يلا نجمات يلا بينا. رقم واحد العالم شاهد على امجاد شرف اسم بلاده بجهد ولاده. واحد 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 الحقيقة أنا بس عايز أقول حاجة، أستأذن اللاعبات وأستأذن الجهاز الفني وأستأذن زمايلي. اللحظة دي لو قارنا كل التعب اللي تعبنا بيه لاعبات جهاز فني كل اللي تعب حتى احنا كبرنامج لمتابعتنا ليهم وتعبنا معاهم، الحقيقة اللحظة دي بتنسيني أي حاجة. لحظة التكريم، لحظة الفرح، لحظة الجماهير لما بتحس بالمجهود وبتبقى فخورة بالنادي بتاعها. أنا بشكر حضراتكم الحقيقة شكرا جزيلا لمتابعتكم، ويا رب بإذن الله كل يوم بطولة وكل يوم تكريم، ومش هنتعب ومش هنمل لغاية دايما ما نحافظ على لوجو النادي الأهلي في الصدر. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وتصبحوا على ألف خير. أول يوم في الأهلي لحد اللحظة دي كله بيجي والأهلي تملي الفوق بيفوق الكل في أي تحدي. في الأول دايما سابق وزرع فينا قيم ومبادئ.